طابو على البيريود هذه كاين نقص. شوف انه ربما ما كاينش نقص، ربما في بعض المستشفيات. انت يعني يعني نشط في هذا المجال ودائما تدعو يعني المواطنين لحملات تبرع بالدم، يعني بشحال يعني من مره تبرع في الدم طوال السنه انت يعني بصفتك ناشط المجال؟ يعني هي فيما يخص هذا الاخر التبرع يكون الى 4 خطرات في السنه يعني بالنسبه لي انا شخصيا تبرع 2 خطرات في السنة بصفة منتظمة. ويعني تقوم أيضا بحملة توعية ربما على محيط أسرتك وعائلتك أيضا، على محيط الأسرة، على محيط الجيران والأهل، الجيران والأصدقاء. يعني هي كل يوم حملة إحساسية فيما يخص عملية التبرع بالدم. جيد جيد.